إذا كان سين ينتمي للأعداد الكاملة، فما المجموعات الأخرى التي ينتمي إليها؟ وقد رأينا في عروض سابقة أن مفهوم مجموعة الأعداد الكاملة مبهم بعض الشيء، فببعض الأحيان تعني الأعداد الصحيحة غير السالبة. إذا تعني الأعداد الصحيحة غير السالبة، وأحيان أخرى تعني جميع الأعداد الصحيحة. لكن في هذا السياق، وأنا في الواقع أنتبه إلى ما يبحث عنه وضعي هذا السؤال من معايير، إذا من وجهة نظرهم عند ذكر الأعداد الكاملة فهم يعنون الأعداد الصحيحة غير السالبة، أي 0 1 2 3 وهكذا. وأنا أيضا أتبع هذا النمط، وتذكر أن هذا بالنسبة للسؤال فقط وليس بالنسبة لباقي الأشخاص، ووجهة نظرهم للأمور فهم يعتبرون أن الأعداد الطبيعية تشمل الأعداد الموجبة فقط أو الأعداد الصحيحة الموجبة فقط. وقد قلت لكم في عرضين سابقين أن بعض الأشخاص قد يرون أن الأعداد الطبيعية هي الأعداد الموجبة، في حين أن أشخاص آخرون يرون أن الصفر ينتمي إلى الأعداد الطبيعية. لكن في هذا السياق سنعتبرها الأعداد الصحيحة الموجبة. ليس علي أن أقول الأعداد الموجبة، بل الأعداد الصحيحة الموجبة، أي أنه من الواضح أنها لا تشمل الأعداد الواقع بين الأعداد الصحيحة. إذا الأعداد الطبيعية هي الأعداد الموجودة في هذا السياق، وسترى أن أنماطا أخرى ستعتبر هذا ضمن الأعداد الطبيعية، وفي هذا السياق ستكون الأعداد الطبيعية هي 1 2 3 4 وهكذا. وبالطبع لا يوجد غموض بما تعنيه الأعداد الصحيحة، فكلنا نوافق على أن الأعداد الصحيحة كما تعلمون يمكن يكون الانتقال بالتدريج من -3 -2 -1 0 1 2 3، ويمكن يكون الاستمرار بالأعداد الموجبة. فإذا كانت سين عدد كامل، وبالمناسبة عندما نقول أعداد كاملة نعني الأعداد غير السالبة، ما هي المجموعات الأخرى التي تنتمي إليها سين؟ حسنا، إذا كان سين عدد كامل فسيكون أي عدد من هذه الأعداد وجميع هذه الأعداد أيضا صحيحة. مجموعة الأعداد الكاملة حسب ما اتفقنا هي هذه المجموعة، إنها جزء من الأعداد الصحيحة. وكما نعلم بأن سين هو عدد صحيح، سين أيضا ينتمي للأعداد الصحيحة إذن، أي أنه جزء من المجموعة. سين أيضا عنصر من مجموعة الأعداد الصحيحة، لكنه يمكن أن لا يكون جزء من الأعداد الطبيعية، وعلى الأقل بحسب الطريقة التي تم تعريفها بها، لأن سين يمكن أن يكون 0، وصفر يعتبر عدد كامل. لكن إذا كان سين هو 0، إذن في هذه الحالة لن يكون عنصر من مجموعة الأعداد الطبيعية، فيمكننا في هذه الحالة أن نقول أنه بلا شك عدد صحيح، وأنه كذلك عدد نسبي، لأن أي عدد كامل يمكن قسمته على 1 وتمثيله ككسر، إذن سين جزء من الأعداد النسبية، وبالطبع هو جزء من الأعداد الحقيقية، والتي هي أوسع مجموعة عرفناها. أراكم قريباً.